i am very moved, of course. but i will talk about something else to stop my emotions. je suis le produit de la caravane qui a été ouverte et où on allait, on apprenait à parler du pouvoir des femmes. I am doing like this dialogue and my specialty I am working all my life about the frontier, the boundary. Why do we need boundaries? أهلا بالمستمعات والمستمعين مرحبا بكم في كينا كينا هو بودكاست من إنتاج كرسي فاطمة المرنيسي بشاركة مع جمعية أصدقاء فاطمة المرنيسي وبدعم من مؤسسة هين بول الهدف منه هو من جهة نتعرف ونسمع النصوص مهمة ديال فاطمة باش نفهموها ونستوعبوها ومن جهة أخرى هو نتلاقاو مع ناس نسأو رجال لكي يدافعوا على المساواة بين الجنسين وعلى الثقافة الديمقراطية في هذه الحلقة غادي نستقبل محمد سعيد السعدي اللي هو خبير اقتصادي وكاتب دولة سابقا في حكومة عبد الرحمن اليوسفي هو اللي قدم خطة إدماج المرأة في التنمية لإصلاح اللي بين أن الشارع المغربي منقسم لجوج بتنظيم مسيرة في الرباط كتشجعها ومسيرة في الدار البيضاء دا اللي ضدها هاد الخطة اللي فيها مجموعة من الاقتراحات كيلخصها السي سعدي في اللاتي الحقوق ديال المرأة كانت مهضومة إذا خاصنا نردوا الاعتبار نحيدو التمييز يولي بحال بحال مثلا تمشي البوادي البنات كانت الاغلبيه ما تيمشيوش للمدرسه اذا خاص الحكومه دير كل باش ترتفع النسبه ديال التمدروس لان إذا ما كانش التمدروس غادي يكون الزواج ديال الطفلات ما غاديش تكون الوعي بان كيفاش تربي ما غاش يكون عندها القدره باش انها تضمن لها واحد الاستقلاليه ماليه باش يمكن لها هي تخدم بحال الراجل قلنا القضيه ديال مثلا مساواه الولد تيتزوج 18 عام البنت اللي يمكن تتزوج بنت 12 عام قلنا هذه ما يمكنش خاص المساواه اذا درناها في, في الاقتراحات ديالنا القضيه ديال الطلاق الراجل يجي انت طلاق ثلاث مرات يلا سيري ديري جلابة فوق ظهرك وخرجي مع هنا 30 عام وهي مع الراجل قلنا هذا الشيء ما يمكنش يبقى خاص تكون المساواة في هذه القضية بحال الراجل بحال قلنا التعدد نفس الشيء والى اخره اذا هذو كانوا اقتراحات فقط بالنسبة للمدونة من بعد هذا التقديم نخليو الكلمة لمحمد الساموني اللي غادي يقوم باستجواب بس سي محمد سعيد السعدي حول مساره وانخراطه في قضايا المساواة والدفاع عن النساء مرحبا بك سي محمد سعيد السعدي في الكاينه البودكاست ديال فاطمه المرنيسي في البداية واش تقدر تقولينا لنا شكون هو سعيد ولد درب سلطان زادي في الدار البيضاء عشت في حي شعبي خويا كان موسيقي كان عنده جوق خواتاتي كانوا كبر مني طبعا كانوا في التعليم ومن خلال التعليم ولا عندهم نشاط سياسي دخلوا الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ذاك الوقت الوالد قرا في القرويين ومن بعد ولا عدول ملي تيسالي متعدلت. تيمشي للجامع جامع المحمدي معروف تيجلس تما الوالد كان فقيه تينحدد في الجامع وتنمشي انا نحضر تيصلي خاصنا حنا في المغرب نوصلوا عليه انا وخويا عندنا 14 العام 15 العام في البرد لابسين الشورت ضروري المغرب نكونوا حداه نصليو تنصليو تيجلس هو تيدير الحديث ديالو اليومي في الباحه واحد الباحه كبيره ديال المسجد وتنسمعوا هذا وتنصليو كل شيء ولكن كان عنده واحد المعامله خاصه مع بناته يعني كان متفتح واحد الدرجه انه كان معاهم هما تيفضلهم علينا هما تيلبي لهم كل الحاجات ديالهم وما عندوش مشكل انا نقمعهم ولا هذا اللباس كل شيء بحال نقول انه تربيت في واحد المجال اللي تيدفع الى التفكير انه بحال بحال الولد والبنت بحال بحال الرجل والمراه بحال بحال هذا الشيء كذلك كان اثر فيا بلا ما نشعر بلا ما نشعر من بعد غادي غادي نفهم غادي نبدا نتيوريزي عشت الاحداث ديال مارس خمسة وستين، خروج ديال التلاميذ، مظاهرات، القمع، فهذا كله ولد عندي واحد الوعي السياسي، الوعي السياسي غادي يتطور من بعد ملي غادي نمشي الكلية طبعا التحقت بحزب التقدم والاشتراكية في, في ستة ترشحت انتخابات، بغيت ندخل الحزب، لي الحزب ما تدخلش، سير ترشح الانتخابات هي الأولى. في الحي الشعبي نجحت انتخابات داخل الحزب كانت عندنا عادة, عادة أننا نحتفلوا ب مارس وتنقدموا ورود حمراء للنساء باش نحتفلوا بهم طبعا هذه مزيان ولكن أحسن إذا كانوا النساء تياخذوا الحقوق ديالهم ماشي تعطاهم يناضلوا باش ياخذوا الحقوق ديالهم والمجتمع يلتزم باش يوفر الظروف باش النساء ياخذوا الحقوق ديالهم على اساس المساواه ما بين الرجل والمراه فهذا الاحتفال وكيفاش انه حنا الاولاد والبنات الرجال والمناضلين والمناضلات كان يعني علاقات ديال الاحترام وديال العمل المشترك وعلاقات عاطفيه كل ما يمكن ما فبالتالي هذاك الوعي ديال تسميه المساواة أنا نسمي الكرامة الكرامة أنه كل فرد كل إنسان يكون عنده الحق بالله عنده قيمة في الحياة وفي المجتمع وخاصو يحترم ومن ثم جات القضية ديال الحقوق المساواة هي المساواة في الحقوق لأنه إنسان لأنه فرد ماشي حيت بصدفة منوية واحد تيولي تيتزاد بنت واحد تيتزاد ولد داكار تيولي التمييز والفرق وهضم ديال الحقوق وانت يا مرا خاصك تبقاي في الدار وانت يا مرا خاصك تاكلي العصا الى اخره المنطق ما يقبلوش ما يمكنش يقبلوا فبالتالي هذه كلها اشياء جعلت انه بالنسبه للقضيه ديال المساواه ديال الكرامه راه قضيه ديال ثوره في المجتمع الا بغينا نتقدموا خاصنا نديروا ثوره هادئه في المجتمع للمرأة خدت الحقوق ديالها وخرجت من هذه النمطية اللي عايشة فيها كان بأنه المغرب كله غادي يتقدم وش ممكن تعودنا على الظروف اللي عشتيها في الوزارة ديال المرأة والمساواة من اللحظة اللي قدمتي فيها خطة إدماج المرأة في التنمية إلى تذكرتي هذوك السياقات <applause> كانت زوليخة النصري الله يرحمها بدات في واحد مشروع ديال الخطه الفكره مجتمعت مع بعض الخبيرات من جمعيه ديمقراطيه نساء المغرب بالاساس ولكن زيوريخ بقات ست شهور يلا فكرات مشيت انا هما عندي الخبيرات مع واحد السيده كانت مستشاره في البنك الدولي لأن البنك الدولي كان مدعم المشروع اشتغلنا كما العاده ووجدت الخطه قدمناها يوم 19 مارس 1999 في هيلتون من بعد تصوبات الخطه مارس ابريل ويتصل بيا الداودي حسن الداودي جا عندي سي سعيد الله يخليك بغينا شي نسخه من داك الخطه قلت مرحبا هاك مشاو دازت واحد الشهر قال لي راه بغينا نشوفك قلت مرحبا جا عندي هو العثماني وباها وريسوني بربعة هذه البيرو استقبلتهم مرحبا هذا شنو السي سعيد تكشيرهم راه بشويه معقد وقضية الولاية وفين غادين بهذا الشيء كلوا أنا هذه مقترحات إلا عندكم مقترحات بديلة مرحبا مرحبا تبعوا شنو هذا تربوها هما أيه. يبداو خارجوا المساجد هذا آه دا داير هذا آه دا الشيوعي الصهيوني الصهيونيه خاد الفلوس من عند البنك الدولي باش يدوز الخطه ويهدم الاسره المغربيه المبهج في القضيه هو أنه كانوا علماء متنورين ناضوا دافعوا على القضيه ثم كانوا مقالات ديال العديد من الاساتذه بانوا فهذا كان كان داعي تيبين انه ماشي كل الناس ديال الدين راهم ضد وهذا عطانا حافز <applause> في الخطه كنا قلنا كل ما يتعلق باقتراحات ديالنا حول اصلاح المدونه خاص يتعرض على لجنه علميه، قلنا هذه مقترحات، وهذه اللجنه العلميه يكون فيها العلماء، ويكونوا فيها الأطباء، لأنه البنت زواج القاصرات راه كارثة، يكون فيها المحامون، يكون فيها الاقتصاديون. اللجنة ما دارت حتى لجوان 2000، ملي دارت نهضت المسيرات في 12 مارس 2000، مسيرة ديال الرباط، مسيرة ديال الدار البيضاء. يوم يجيو ضغطوا الاسلاميين باش اللجنه ما تشتغلش جات الخطه الوطنيه لادماج المراه في التنميه وقفنا ضدها وشرحنا ووضحنا للناس باننا غاديين نخراب الاسره كانوا هما بغاو يساندوا الخطه في الرباط حنا طلبنا نديروا مسيره في الدار البيضاء داك الوقت كانت الخطه يعني دارت دارت حاله في في المجال العمومي فبالتالي ما كانش سهل تدبير هذيك المرحله، ولكن المهم انا بقيت صامد لان كنت مامن بافكاري بالنسبه للفقهاء اللي كانوا قراب الاتحاد الاشتراكي كانوا دافعوا ولا كانوا كونتخ ما قلتي ذكرتيش في هذاك الوقيته؟ لا الفرقاني كان شال مسيرة ديال المسيره ديال الدار البيضاء طبعا مشى مسيره الدار البيضاء وقال لهم هذا الشيء ما كاين شيء منه هذا الشيء حرام وهاد الناس راه باغيين يخرجوا على المجتمع والاسره مشى هذا مش كان في الصف الاول طبعا الاغلبيه كانت في يعني باش يكونوا محقين كانوا في الرباط كانوا معنا الاتحاد الاشتراكي كان الاستقلال كان شويه متذبذب وكان عندهم جدل داخل الحزب بكل تواضع كون ما خديناش حنا المبادره ما عرفتش كيفاش غادي واش كانت القضيه تقدم بهذا لان حقنا تقدم يعني بعد كان كانت كانت اون ديناميك دو دي بروغري شنو هي النقطه اللي في رايك في الخطه اللي لقات معارضه اكثر او لا احتجاج اكثر واش لا الخطة كل خطه كلها لا الخطه كلها كله رفض كله رافض كله رافض لا بون هو سيحمل احمد الخمليشي دار هو التقرير ديالو السي عبد الرحمن وصيفطو لي واذا هذا كان دعم اذا حنايا على الخط الصحيح والطريق الصحيح بالدك الشيء بالبرهان مثلا عندي برهان وبالتفسير وبالمذهب الحنفي اش تيقول المذهب هذا فحقيقه سما بي في شوكر عطانا نفس معنوي لانه كانت واحد كان واحد الضجه داكشي راه خطير اللي كان مساجيل كاسيطات لدرجه انه واحد الوقت تهديد فلاتونيستات Thank من بعد في 2004 جات تعديل ديال المدونه بتدخل ديال الملك أه ولو أنه تدخل ديال الملك راه خاص تعرف اش وقع لانه اللجنه اجتمعت كان الرئيس ديالها ادريس ضحك وعامين هما مجتمعين هما اتفقوش بلوكاج جابو سته دوز معاهم شي ست شهور وخرج داير تصريح اظن في الايام ولا قال لهم غادي يهبلوني هادو

اظن كان الملك كان دوره دوره حاسم ولو انه كان بزاف الاشياء ما كانتش هي هذيك لان مازال الان تيبان انه المساواه ما كايناش في المدونه ولكن كانت خطوه كانت خطوه لان فتحت الباب لواحد الديناميكيه لانه مثلا في المجال السياسي القضيه ديال 2002 اللائحه الوطنيه الخاصه بالنساء الرجال رابحين من الوضع الحالي فما تنتظرش انه الرجال هما اللي غادي يمكن يكونوا مزيان يكونوا رجال ولكن القضيه دابا النساء هما اللي حاسين بالعصا والضربه ديالها اذا خاص يكونوا النساء في داخل البرلمان خاص يكونوا النساء في الجماعات المحليه تصور انه اول مره غادي يكونوا النساء في البرلمان 93 93 داكشي كان مخطط بديع السقل اللي كان ترشح ضد ضيف في درب سلطان وبناني ميرس لطيفه هما اللي طلعوا البرلمان فقط ومن بعد انتقلنا لعدد اكبر واش 25 20 المهم كانت ديناميكيه كان القضيه ديال مثلا النساء يعطيو مزوجين بالاجانب يعطيو الجنسيه الجنسيه لاولادهم كان التغيير ديال القانون الشغل فيعني كان هناك اقتناع تقريبا بشكل تدريجي ديال المجتمع بان هذه القضيه هذه اساسيه ويعني كان الحكومات اللي جات شغلت ولا انه من منظوري الشخصي ما كانش ذاك النفس التقدمي اللي كان في 98 ولكن بان لي انه الديناميكيه شويه خفات واش مني جات المدونه تقريبا كنت راضي على المسائل اللي تعدلات وكانت في الخطه او لا غير نسبه قليله من لا لا اللي كتقول لا لا 70% من الخطه بالعكس زادت اشياء اخرى مثلا وضع الأسرة تحت المسؤولية المشتركة للزوجين ما كناش مقترحينها هي المادة الأولى وجات وكانت حقيقة شيء أساسي المشكلة هو أنه كاين هذه وكاين ضد ديالها في قانون الأسرة من تقول الولاية الشرعية للأب إذا فرغتي كاع عن قضية المساواة وكيفاش تقول هذه الأسرة خاصها تكون مسيرة برأسين يعني سيرها الراجل والمراه على قدم المساواه ويجي تقول الولايه الشرعيه ملي بغي الولد الباسبور الام ما خاص البو البو يكون وملي يطلق تطلق المراه اللي تبدل ولدها من مدرسه لمدرسه المدير تيرفض خاص الاب يجي وهي مطلقه وفينا ما هي وما لونها الولايه خاصها تكون عند الام وخصوصا من الاب غائب عرفتي شنو هي تتكوني انت مربوطه ما عندك حتى شي حل حتى قانونيا ما عندكش حل في قانون الاسره الجديد ديال 2004 ما بقاش العلاقه الزوجيه مبنيه على انه ملي تيتزوج الواحد راه تيتزوج عقد نكاح اذا الراجل تيستمتع بالمراه وفي المقابل الطاعه طبعا وتضمن لها العيش ديالها اذا واحد القضيه ديال دون دونون, دونون. انتي انا نستمتع بك وانا نجيب لك ما تاكلي هذا الفكره نمحت في قانون الاسره الجديد ديال 2004 ولا عقد زواج ومسؤوليه مشتركه على تدبير البيت في اطار المساواه بين الزوج والزوجه اظن هذا شيء اساسي ومن بعد مدونه الاسره تكلمتي على مجموعه من المبادرات اللي زادت في خطوه في اطار المساواه بين المراه والراجل شنو هما اهم المبادرات اللي بان لك جاوا من بعد المدونه؟ من بعد طبعا كان دستور 2011 شيء مركزي لان ذاك الفصل ديال 19 ولا هو الفصل ديال المساواه في كل الحقوق لانه الدستور ديال 96 تيقول المساواه الحقوق السياسيه الدستور ديال 2011 تيقول حقوق اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه البيئية والسياسية ولكن كانت الديباجه الديباجه تيقولوا هذا يجب ملاءمه القوانين ديال المغرب مع الاتفاقيه الدوليه مع احترام الثوابت وداك الشيء فبالتالي فرغ كل شيء لانه كل واحد يفهم على راسه وجيك تشبتوا بها الاسلام تقول توابيت اذا الاسلام كما تفهم هما مثلا تعدد كاين ولكن محمد عبدو فهموا بانه اذا كان العدد ولكن محمد عبدو فهموا بحلقه إلا وفهموا هو بهذا الشكل اذا ممكن نمنعوا ولكن الاغلبيه تقول ميمكنش ما يمكنش والحال انه مثلا ما قدرناش نمنعوا التعدد ضيقنا عليه في قانون الاسره ولات الشروط تعجيزيه ولكن مازال عشت المآسي ديالو شخصيا خصوصا انه نسيت واحد القضيه مكتشكم هو انه الوالده كانت عندها الضره ويعني القضيه ديال التعدد راه راه كارثه عظمى بالنسبه لكرامه الانسان خاص كل المنع وتجريم التعدد كاينش فبالتالي كيفاش راه تتخرج على الاسره والدريه اللي كانت شاطناك راه باغا تزوج بك واش كتخمم دابا ودي دابا انا ما عنديش المشكلة ديال الدريه الدريه من برا عاود داكشي كاع اللي بغات كنوفرو ليها المشكل هو ديال دوك العقربات اللي عدي دوك اللفعات عيالاتي وايلي حتى الله يهديك الله يهديك العربي هادوك في شحال هذا عارفين باغي تزيد عليهم الثالثه أه يعني اظن الطريق طويل ولكن لابد انه يكون فهم جديد وقراءة جديدة للنصوص الدينية باش يمكن لنا فعلا تحسوا بها الآن لابد مثلا القضية ديال الارث دابا حتى القصيرات تيقول لك السنة النبوية وتيدخل مع شي مع أنه بين تزويج الطفلات الطفلة في المدرسة كلتنا عندها 12 عام وغادير عندها بيبي اش هاد الحماقة هي راه خاص اللي ربيها الا لا تيقول لك السنة يعني معركة ولكن خاص يفو غاردي لو كاب ما كاينش الا ما كايناش المساواه واحترام كرامات المراه في المغرب راه ما غاديش نمشيو فين ما غاديش نتقدموا ما غاديش نتقدموا والقضيه ديال المساواه وديال الكرامه ديال المراه راه هي الاساس طبعا كاين الصراع الطبقي لانه العلاقات الاجتماعيه مركبه ومن تفهم القضيه ديال المساواه تزيدها لانه المراه الفقيره ماشي غير امراه وفقير تعاني من لانها امراه تتعاني لانها فقيره ترى الطبقه الفقيره حاليا انا خارجه منت من 8 ديال الصباح حتى لدابا عاد راجع لداري وما ما مستفدتي شي حاجه اي تماره وداكشي فهمتي لان ما عندناش حقوق درتي مجموعه من الابحاث نيت اللي كتبحث في الجانب الاقتصادي في مساله المساواه بين الرجل والمراه واش ممكن تكلم لي على مجموعه من الابحاث او اهم الخلاصات ديال الابحاث اللي كنتي درتيها في هذا المستوى هي يعني درت شي ثلاثه واربعه دراسات خاصه منذ 2010 2011 على النساء العاملات الزراعيات غير نسبه المشاركه في الحياه الاقتصاديه نسبة ضعيفة ديال المشاركة ديال النساء في الحياة الاقتصادية وربعة النساء على خمسة إما في المدرسة ولا تيبقاو في البيوت مع أنهم خاصهم يخدموا ولكن راهم تيبقاو في الدار راهم خدامين وديك الخدمة غير مؤدة عنها وما فيها لا ضمان اجتماعي لا والو عمل دائم لا هذا هذه كلها اشكال اللي خاصنا ناخذها بعين الاعتبار نتكلموا على الكرامه ديال المراه في المجتمع المهم بالدراسه على النساء الزراعيات كيفاش تيشتغلوا وداك الشيء اللي لقيت ديال الاستغلال ديال الاهانه ديال الكرامه ديال المراه وديال تشغيل الفتيات القاصرات وديال تحرش وخدمه راه با دو كونطرو طرافاي ما كاينش ما الضمان الاجتماعي النقل في خطر النقل السري اش غنقول لك كيديروهم بيكوبات ورا عندنا يعني بزاف ديال العاملات اللي ماتوا مساكن بهذا الشيء ديال الكسايد كيف ما قلت لك بزاف منهم كيمشيو في الطريق كيتمشاو واحد الكيلومترات كثار باش يوصلوا للفيلاج يديروا التقضيه ديالهم يعني كيديروا اوتو مساكن باش يرجعوا لان ما عندهمش ترونسبور وانا كنظن انه خاص ضروري يكون واحد الكونترول يعني هذاك الكونترول ما كاينش ما كانش, كانش خدمه مع وزاره الشغل من خلال شغل. هادك مفتشين الشغل ابدي هذاك من مفتشين الشغل تصور أنهم مشيت للمندوبيه طبعا مشيت تنشوف المندوب ما عندوش الوسائل عندو عنده جوج ديال السيارات ولا شحال عنده ديال المفتشين قلان انت يحكي لي واحد السيد كاين واحد الاقطاعي لأ... معروف كاينش لا جا عنده مفتش الشغل بغا يدخل تيقال الكلاب ولا ما دخلش سوق راسو تياكل العصا مش أحكيلكم زعما اشياء واقعيه ولقيت انه كاين شبكه رئيس المجلس البلدي هو برلماني القيد المنتجين حلقه متضامنه ففي هذا الوسط كيفاش غادي دير باش تقدم وراه الفلاحين الكبار قلت لك ما الفلاحين مساكن الفلاحين البسطاء ما يمكنش لهم خاصو بدا التكنولوجيا باش يعرف الثمن في السوق العالمية وفي فرنسا وفي كارفور وفي رانجيس بنهار بنهار ما عندوش هو هذه المعلومة ما عندوش فتيبيع بخاطر تيقولوا له اه راه كاين العرض أكثر آه من الطلب إذا أنت مرة نزل ملي تيشوف هذا التدبدوب تيدير تيسامح كاين اللي سامح في الفريز اربعه القطار ولا خمسه القطار يسامح وهذا تيكون لصالح كبار الفلاحين هما اللي تيستافدوا ولكن تيستافدوا اكثر هما شركات التوزيع لا جراند ديستربيوسيون لو سوبر سانزبريز في لندن ليدل كارفور ميركادونا في اسبانيا هما تيستافدوا لانه الفرنس تيتقام بشي قليل الاجر اللي تياخذوا العاملات 40 درهم النهار في 2010 ارتفع طبعا في 2020 70 درهم 65 درهم وكيتخدموا راه غير موسميات موسميات يعني باش نقول انه القضيه ديال المساواه وديال احترام كرامات المراه راه ماشي غير المدونه القضية التوجه مجتمعي والنموذج التنموي، ومع الأسف هذا النموذج التنموي الجديد ما تيحلش هذه المشاكل، لأنه تيعتبر دائما أنه لا شنو المرأة خاص تكون يد عاملة، العادية عاملة للسوق، فهذا التوجه ماشي هذه التربية، ماشي التعليم ماشي هو هذا، التعليم خاص تربي على القيم، تربي واحد الفكر النقدي، تربي على القضايا قضية المساواة، ماشي غير يد عاملة باش باش يخدم ماشي هذا هو التصور اللي باش غادي باش غادي يجعل يعني المراه تكون عنصر فاعل واساسي وما يمكنش يكون شي تطور بلا بلا مساهمه ديالها كامله الدراسه اللي درتي على العاملات الزراعيات شغلتي في 2010 وعاودتي رجعتي في 2020 في هذ 10 سنين شنو اللي تغير في رايك؟ اللي لاحظت واللي تراني هو بنات متعلمات تشتغلوا في الفريز عندها ليسانس إجازة خدامين بنات واعيات في الدواور واعيات تلبسوا مزيان وهذا ونقيات لكن مساكن تيمشيو يخدموا دواركش. هذاك الشيء هذاك الشيء تيعاودوهم خطير المعاملة تعامل معهم مساكن راه تيقهروهم يعني ما عندهم حتى قيمة لأن عارفين محتاجين ديك 60 درهم ولا محتاجين لها في البخ كاين ومازال آه زال الشيء الان مازال من خلال هذه النتائج نت شنا هو الخلاصه او ممكن التوصيه اللي بانت لك بان تقدر تحافظ على كرامه هذه النساء اللي اشتغلت عليهم خصوصا العاملات الزراعيات يعني شنو التدخل اللي عاجل ممكن انه يبدأ؟ لا خاصني نقول بانه من بعد الدراسه ديال 2010 كان عمل مع الضمان الاجتماعي ان اس وهذا ممكن فعلا من تحسين النسبه ديال التغطيه التسجيل ديال النساء في الضمان الاجتماعي ولانه مازال انا رجعت في 2020 مثلاً واحد على الاقل ما عندهاش الضمان الاجتماعي الان أه أه لا خدمتي إيه غير في شي شركه ولا هذا ما يداولكش لا وريقات لا والو ما تخلصي على وليداتك ما والو يعني صافي خدمي ولا سيري بغيت نسولك على من بعد 20 عام دابا المدونه شنو هما الحوايج اللي هاد كيف دويتي هادشي على الخطه اللي مازال ما خصنا خصهم يديروا في المغرب في مساله المساواه اللي ملحين الفلسفه ديال قانون الاسره خصو يتغير ما تقول انت دير اسره تحت المسؤوليه المشتركه للزوج والزوجه ودير الولايه الشرعيه غير للراجل هذا مات فقط وكاين بنود اخرى اللي مازال مبنيين على القضيه ديال الصداق القضيه ديال النفقه هذه كلها اشياء خاص تبدل النظره ديالنا للاسره كيفاش مكونه بانه كل واحد طفل والزوج والزوجه كلهم خاص تكون عندهم حقوق متساويه الحق في الكرامه لازم نقول الكرامه اكثر من المساواه الكرامه الكرامه ديال الانسان عنده قيمه يحس انه عنده قيمه يحس انه يحترم يحس بانه يشوفوا الواحد بشكل إخلاق اخلاقي اخلاقي هذه النظره خاصها تكون هي الخيط الناظم القانون الاسره الجديد اللي دابا عليه طبعا الصراع والنقاش و... اخر سؤال هو باش عاده كاع الحلقات واش ممكن تعاودنا شي طرائف اللي تصادفاتك في هذه الطريفة طريفه ولكن ماشي 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 ايجابيه مع هو غير نقولها لان هي اللي بانت ليا بانت لي اثرات فيا وفي نفس الوقت اكدت نظرتي للتيار المحافظ كنا في في البرلمان في لجنه الشؤون الاجتماعيه في 2000 من بعد المسيرات وداك الشيء وين قدمنا الميزانيه ديالي واحد الميزانيه داك الشيء بسيط على قد الحال ايوا ما شكون اللي جا؟ جا جاء واحد الخمسه ديال الاسلاميين على راسهم بن كيران وجاء واحد السيد من الاتحاد الاشتراكي ايوا وأنا قدمت الميزانيه ديالي وهما ياخذوا الكلمه قال السي السعدي أنت استاذ محترم ومعروف تنقدروك وهذا وهذا كيفاش مشيتي غادي نجاوب انا للناس الناس انا إيه قلت لهم هذا عمل جماعي اعتزوا به قلت انا به هو يوقف بنكيرة انت غادي تمشي جهنم كان داك نهار جمعة نوض صلي قلت له انا العمل وعبادة سير صلي انت واش مقتنعين بهاد القضية مع الاسف مع الاسف تتلقى في الطبقة السياسية وانا عارف خلو بلادي قليل اللي في الحقيقه مقتنع بالطابع الاستراتيجي والمحوري للمساواه بين الجنسين. ولا ما كانوش مقتنعين هما اللي غيولوا في الحكومه، كيفاش غيديروا؟ The other sex is the stranger. The other culture, the boundary you have to cross.